يا واحد زيرو احسن نتيجه خرجنا بها وهي مازال لينا شوط ان شاء الله اللي غندخلوا غنمشيو باش نلعبوا الماركيو ان شاء الله في تونس باش نامنوا النتيجه ديالنا. كما صار فريق الوداد فريق كبير ديما تيكون في النهائيات وان شاء الله نكونوا عند احسن الظن ديال النادي والمدرب والجماهير باش نحققوا لهم الالقاب والمزيد من الالقاب ان شاء الله. وهذا اللقب هذا اللي غيكون ان شاء الله كبير على العائله اليوم درس برات ان شاء الله تبارك. مقابله جايه فرات مقابله غادي نوجدوا لها فهاد مع الناس الوقت بزاف وغادي نمشيو ان شاء الله جاهزين باش نقدموا واحد المقابله كبيره اللي تأول لنا باش نمروا النهائي ان شاء الله.